طيب انا يعني في واحده من ندوات دالي في زول قال لي ونعمان ده كل ما يجي بيكون حريص انه يقول انا علماني انا علماني ده عمل لنا بيجي. انا كنت حريص عليها يعني حقيقه قصدا عشان ارفع منها الحرج, يعني الناس ما تخاف فيما تقول انا علماني يعني. الحاجه الثانيه انك تنزع من الشخص اللي بيستخدمها ضدك القدره في استخدامها, يعني حكيت المثل اكثر من مره ما ارجع عليها. مع ذلك انا افتكر ان نقاشنا في مجمل ابتعد بشكل او باخر من تفاصيل الندوه. يعني نحن كسودانيين عندنا هموم في الحوار عاده بتجي من حيث لا نحتسب, بنكون عايزين نصفيها كلها في نفس اليوم اذا كان الموضوع في الشريعه الاسلاميه ولا في المواصلات العامه. في مسائل الهويه عاده الناس بتناقش فيها بشهور وبترد في كل موضوع نفس الاراء, لكن احنا واقفين في نفس النقطه وكانه الحوار عمليه بتاع تنازع سلطات. انا عارف اكثر منك او انت عارف اكثر مني, انا المالك المعرفه انت لا تملك اي شيء. وبالتالي ازمه النخبه بقت في تدوير الكلام, موجود باستمرار الكلام حول ازمه ما والازمه تزداد بعدا من حلها. يعني الليله الموضوع متعلق بمساله حريات المراه, الاطار ضيق يا جماعه اللي هو القوانين السودانيه حتى ما الشريعه الاسلاميه زي ما اشار الاخ. لكن في النهايه يعني زي حوار الحسن ودكتور دالي محترمين الاثنين, حوار جيد لكنه بصف حسابات ما عندها علاقه بموضوع الندوه بامانه. بالضبط هو تصور الاستاذ محمود محمد طه للشريعه وتصور صادق المهدي من جهه اخرى للشريعه. الكلام ده هذا جيد لكن موضوع ندوه اخرى. طلعنا من الندوه الان, يعني ولما نمش بيتي بقول يا اخي انا عيال لي كم يوم راقد في السرير, اول يوم اطلع بالمناسبه من كم يوم جيتي رومي جبيله قلت وبتاع, استفدنا شنو؟ عملنا شنو؟ انجزنا شنو؟ السؤال ده مهم يا جماعه في كل حوار نديره. يعني المستوى الاول انه والله يا اخي عرفت معلومه جديده. الاويرنس ده جزء من الاهداف المستهدفه في اي حوار بين زولين او اكثر. في حاجه ثانيه انه والله يا اخي انا استفدت من طريقه تناول شخص محدد وفهمت منهج ما. المهم في نوع من الاستفاده التم. اذا كان الموضوع كله والله بعد ما امشي بيتي اقول والله انا ردمت لك ده اللي ردم طلعت لك عينه, بتبدا القصه ما عندها معنى. لو في زوج جاي من بيته عشان يعني يكسر فلان ويرجع هذا يشوف له معركه ثانيه طالع الناس الخلف في قصه ثانيه. معلش المقدمه طويله لكن انا حريص علينا انها قاعد تتكرر وقاعد تشوه ندواتنا وحواراتنا باستمرار. فيما يتعلق بموضوع الندوه, في زول سال من مساله تطبيق مطابقه القوانين مع الدستور. واحده من الحاجات اللي انا قلتها قبل في ما العمل, واحده من المحتاجين ليها انه مجتمعات انه منظمات المجتمع المدني عندها واحده من مهام الاساسيه جدا انها تعمل الشغل بتاع دوله الاستدامه بتاع المناصره, الضغط على الحكومه في انها تنجز او تنفذ دستورها نفسها, تنفذ قوانينها. يعني المساله هذه اسهل اذا كان في حركه. لاحظوا الكلام ده ما بنستهلكه نحن في امريكا, لكن في ناس قاعدين جوا السودان وشغالين نفس الشغل وقد يكونوا بعضهم مستمعين لنا الان. طيب هؤلاء الناس عندهم برامج يا جماعه شغالين فيها. انا شخصيا حضرت عارف انه شذا عضو في الشغل ده. انا لما مشيت السودان السنه اللي فاتت قدمت كم ورقه في كم سيمينار. في جماعات ما عندها اول ولا اخر من المنظمات, كل منظمه متخصصه في حاجه محدده. في ناس سيف اللي يمسكوا من موضوع الندوه, ناس يمسكوا مساله الكفاءه, سيف في زول ثاني مسك مساله الشهاده, في زول وات ايفر موضوع طرح في الندوه. هذا الجروب بيكون مهمته انه يضغط على الحكومه بمنطق واحد, لا بمنطق علماني ولا بمنطق جمهوري, بمنطق الدستور, انه يا جماعه دستوركم اللي كتبتوه ده بيتعارض مع هذا القانون, ارجو ان تعملوا على تعديل هذا القانون. وهكذا بيتحول النقاش والحوار لأداة تحويل حقيقي, تحويل أيمين تغيير المجتمع, وده اللي بنستهدفه يعني.
فاللي جاب على الاخ العمل ده اصلا اوريدي جاي في السودان. الدار يدعمه من السهل جدا ان يجد مدخله ليه. السؤال بتاع نادي بتاع الحنفيه والمالكيه سؤال معقد. عبد الله الابراهيم اتكلم فيه بس انا قاعد اتكلم ذكرت عبد الله هو سؤال مهم جدا لكن لا يسمح الزمن طوليت دقيقتين لا يسمح الزمن بينه وبين كل يعني نازك. لكن باختصار شديد على الاقل الاستهلاك السريع الانجليز لما حكموا السودان كانوا حريصين على حاجه واحده. بنعرف كل الاستعمار الانجليزي يختلف عن الاستعمار الفرنسي في انه ما اراد ان يفرض ثقافته. جزء من المساومه تمت انه الجماعه العربيه الاسلاميه في السودان يتاح لها الحق في ان تحتفظ بهويتها تدافع عنها تحكم قوانينها وكده. لكن بين هذه الجماعه والمستعمر كان موجود المثقف المصري المتمثل في هؤلاء الاثريين. انا قبل قلت مجموعه من الناس محمد مصطفى مراد وخلافه وفي دول اسمه محمد نعمان الغريب واحد من قاضي قضاه محمد نعمان لا ما قريب يعني دكتور جيمه السوداني ولا شنو قبل ما اتكلم معه عن الجنسيه اسمه محمد مراد جاري. هؤلاء المصريين اصلا رافقوا الانجليز في حكم السودان. هم شكلوا في البدايه الطبقه المثقفه اللي مش بس في الهيئه القضائيه في الجهاز اللي بيسموه الخدمه المدنيه كلها وفي الاداره وما اليه. هؤلاء الاثريون طبقوا المذهب الحنفي لانه هو اللي بيعرفه ده اللي بيعرفه. بغض النظر اصلا الشعب السوداني ده مغرب تم تغريبه اصلا من عمليه اداره السلطه كلها سواء كان على المستوى المادي او على المستوى المعنوي. انا شايف الساعه دي فوق. ف بعد 47 كنت عينوا اول سوداني كقاضي قضاء لكن استمرت المساله. انا عارف انه الحركه الاسلاميه الترابي بالتحديد اصلا عنده راي في الفقهاء اربع ايام بيفترض انه الى حد ما زي ما الكلام اللي قاله المهدي انه لكل رجال لكل زمان الرجال الترابي بيفترض في روحه القدره على ان يعارض اي من هذه المذاهب. انا شخصيا بفتكر انه هذا موقف جيد لكن لحد ما بيفتكر انه في قانون الاحوال الشخصيه يجب ان يحكم مذهب ما مذهب واحد. الترابي صدف ان يعتقد انه المذهب الحنفي اكثر تطورا من المذهب المالكي وعشان كده الراجح من المذهب الحنفي الترابي اداه السلطه في سداد الفرق انه ما لم يرد فيه نص القانون يطبقوا فيه الراجح من المسألة الحنفي. يعني هو سؤال تنبيه حقيقة سريع. المادة 152 تكلمنا عنها كثير والأستاذة نادية تكلمت عن الشروع بالزنا ورد عليها دكتور دالي. يا جماعة ما في حاجة اسمها هالسي الشروع بالزنا ده زمان دي قوانين سبتمبر بتاع 83. المادة دي تم إلغاها أصلا بدالة جابوا حاجة اسمها الأفعال الفاحشة اللي هي في نفس الباب ال 15 ريال. جاءت بعدها الماده 152 بتاعت الافعال الفاضحه والمخله بالاداب. هذه الماده بالمناسبه تنطبق على الرجال وعلى النساء معا. هذا تنبيه مهم. تنطبق على الاثنين. لكن ما شفنا في زول مسكوه قالوا لابس حلق مثلا ولا لابس لريده وبتاع دقوه. ما تحصل في السودان حقيقه. رغم انه الماده تنطبق عليهم. عرفت؟ فده اللي بيفضح انه اي تطبيق قانوني يا جماعه بيكون خادع لطبيعه السلطه اللي بتنفذه. طبيعه السلطه بتاعت الجماعه المتنفذه ثقافيا واقتصاديا وسياسيا. هذه الجماعه صدف ان تكون جماعه ذكوريه، جماعه اسلامويه عربيه، ورجل الشرطه المسكين اللي قبل جبته فيه ده جزء بسيط جدا من الذهنيه الشامله دي بيلقط البنات. ما عنده شغله بالرجال حقيقه يعني. عرفتي؟ وممكن تكون المسألة عندها علاقة شايفة يمكن لو في دول بتاع سايكولوجي المسألة تكون عندها علاقة برغبة مكبوتة هذا وتم يعني الاحتيال عليها بتأديب المرأة. anyway أنا خلاص كلامي زماني انتهى. فشكرا لكم وأرجو إنه أنا حريص على إنه أقول الناس جمعية المرأة أحملوا ندوة في التفاصيل. الكلام الكبير العناوين الكبيرة عادة بتعوم النقاش وبتحولنا لمعسكرات. لكن فلنفترض انا اقترح بالتحديد تتكلم في ندوه عن النفقه في الاسلام. بالتفاصيل كيف وممكن نضيق اكثر نقول كيف المشرع السوداني طبق
حكم الفقهاء فيما يتعلق بالنفقه من خلال موضوع صغير زي ده بنفتح لكم الشريعه دي كلها بقاعده لكم في الواقع وفي نفس الزمن بالنصوص للدول الزعلانه يعني. وشكرا لكم. كويس جدا انه الاخ نعمان انتهى بانه الموضوع قد يكون صغير جدا جدا لكن مربوط بموضوع الشريعه. يعني انت لا يمكن ان تناقش قانون الاحوال الشخصيه السوداني بمعزل عن نقاش الشريعه الاسلاميه وظروفها التاريخيه والواقع الحاضر. كل شخص بيجي المحاضره دي باجندته. وهذا زي كلام الاخ بريما. ده نوع اللي انت بتضطر انك تخرج له، لما يجيب رجل هنا ده ويقول لي زواجكم زي الزنا. يعني ده كلا انا غايته شخصيا هسه انا بشعر وانا طالع من المحاضره دي بنحتاج احنا نوجه طاقتنا في نقاش خطل الدعوه للدوله العلمانيه. لكنه على الكلام زي ده طمني عليه موضوعي. لما نجي رجل باسم الدين ويجيب هنا ويقول لي بتلاقي المراه في الشارع وتقول لها تزوجيني وتزوج وفرق شنو بين زواجكم وبيننا انا بمشي مطمئن جدا جدا. لانه اذا كان في نوع معارضتنا والله نحن في امان الله. لأن ده كلام غريب وكلام ما فيه أي نفس دين لا من قريب ولا من بعيد أن تجيب على بعد متر. وأنا لو ما متدين لا يمكن زول يجيب علي هنا ويتهمني بالزنا ويمشي موفور. نحن ما عندنا كلام زي ده أن زول بيلاقي لبيت في الشارع ويقول لا أنا أتزوجك. ما في كلام زي ده، كلام بعيد جدا جدا. الكلام اللي يتكلم عن زواج الحقيقه ده كلام هو شوشر فيه هنا، انا بتكلم عن الجزء ده وده النعمان الاخ ابو هريره انا بلاقيه في محاضره هو واي شخص فيكم مدعو ليها لنشرح فيه نحن قلنا فيه شنو. وهسه انا لو ما محكوم بالزمن ده ما موضوع يعني انا ده نحن وزعناه ونحن الكتاب ده ومحتواه وزعناه ونحن عشان نناقش في الناس ونحن ما قاعدين ناخذ كتبنا في المكتبات عشان الناس يقروها بنوزعها بيدنا عشان نناقش فيها الناس. فنحن مش موضوع يعني زي طلعته من جوا الخروج لينا نحن سلمنا للناس في اياديهم. لكن ده ما القصه اللي انا هسه يعني بناقش فيها. بناقش في كلامه قال انتوا بتلاقوا البيت في الشارع وبتقول لها دار الزواج، الفرق شنو بين ده وبين الزنا؟ ده كلام فارغ وما عنده قيمه ولا بيشبه كلام الناس المتدينين على اي حال. اذا ده تتكلم عن كلام الاستاذ محمود محمد طه عن الزواج في الحقيقه والزواج في الشريعه انا بشرح له. وهسه دي راس الجلسه دي تديني زمن. الاستاذ محمود قال كل نفس في الوجود عند اصلها النساء وشقائق الرجال. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. كل نفس بشريه عندها نسخه مطابقه لها تماما. يا ادم اسكن انت وزوجك. دي نسخه مطابقه لادم. لما ادم حط في سلم التطور، لما ادم اهبط قال له اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرجوع ده أنت راجع لما كنت، الإنسان راجع للملكوت. وأنا لما قلت لكم في ندوة على التطور وقانون التطور كان بدعوكم تاني عشان نوريكم إن التفاصيل اللي نقصد بالكلام ده شنو. أنه النفس البشرية نفس ضايعة في متاهة الرد من أعلى عليين لأسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. درد لها آدم وحواء وافترقوا من الوقت ذاك. في طريق الرجعة إن إلى ربك الرجعة أنت بترجع محل جيت، بتقول أنا راجع الخرطوم لأنك جيت من الخرطوم، ما بتقول تراجع الرياض. بتقول مسافر للرياض إذا ليها ورحلة لك ليها. إن إلى ربك الرجعة الإنسان راجع إلى أحسن تقويم. المنطقة دي قال عنها إذا النفوس زوجت. دي وضع الرجل عنده نسخة مطابقة ليه والمرأة عندها نسخة مطابقة ليها هي زوجها في الحقيقة. أنت في الشريعة بتجي بتنظر عشان كده يقول لك تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه؟ عشان تقرب من الشيء الضايع لك أساسا. ولذلك احنا بنقول أن الإنسان اتربى هو مهر
أن يعيد أخلاقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، وقال تنكح المرأة لأربعة، قال فاظفر بذات الدين. دي فرصتك في أن تكون عندك زواج متقارب. هذا الزواج نحن كاتبين فيه، وقال أنا قريت وقريت ما قريت أي حاجة. نحن كتبنا كتاب اسمه خطوة نحو الزواج في الإسلام، وده بيتزوج على الجمهوريين. الزواج عنده أربع أركان، ولو هو كان في زمن احنا كنا نتكلم على الفقه الحنفي والمالكي بتفصيله بكل هناك، لكن عنده خلو المحل ان تكون المراه، ده كلام فيه تفصيل انه ما محرم عليه، والولي والشاهدان والمهر. اي زواج جمهوري تم على هذه الشروط؟ اذا كان في شخص الصيغه ما في الصيغه، ما في حاجة اسمها الصيغة في أركان الزواج. في المحل والشاهدان والولي والمهر. الشاهدان هو الإعلان. الإشهار هو أن يكون على حد أدنى في شاهدين. ده الإشهار. دي أركان الزواج، أرجعوا لها في الفقه المذاهب الأربعة. وأنا لو في زمن كنت بقرأ لكم منها. وبجيب لكم رأي الحنفية فيها شنو، في الولي بتكون كيف، وفي الكفاءة بتكون شنو، كل التفاصيل زي دي. لكن اي زواج، اول حاجه الجمهوريين دول مش اجسام هلاميه لافه بالاسماء. اذا زي الاخ ده بيتكلم هنا بكل هذه الجراه ويقذف الناس في اعراضهم ويمشي نوم هادي، انا افتكر انه هو ما عنده حرمه للاخرين وما عنده حرمه لنفسه. اي جمهوري اتزوج على هذه الشروط، وزواج محظور ومسجل بالفيديو ومسجل بالكاسيت حسب ما يسره ربنا من التسجيل، ببساطه تقولون تلاقيها في الشارع تقول لها كذا كلام زي ده، اخو ده تضيع الزمن يا نورمان. ده تخلينا نحن، لان انا عندي 70 نفر قاعدين هنا، لو سكت على الموضوع ده هو حيمشي يطففه. الكلام بتاع انه الزواج في الحقيقه كل انسان شخصيته رايحه. اي واحد فيكم جالس هنا، وانا لو كلمتكم عن التطور وما يكتب الاستاذ محمود، والله هو حده تينيس ريك ريكومنديشن ليتر عشان يحضر احضر الكلاس. لانه مش بالبساطه اللي بتزيلك. اي شخص في التطور هو اسى ضايق. اي واحد فيكم هنا ده. اي انسان مردود من الملكوت، اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. اي واحد فيكم حضر الشهاده دي ثم ردونا لاسفل السافلين؟ نحن راجعين. انت في طريق الرجعه دي الف باء، اي اسم فيكم كان موجود قديم اذا داش في شرح الموضوع ده، خذ انه كان جزء منه في امه وجزء منه في ابوه وهو موجود قبل ما يجي في ميلاده. الجزء في الام في جزء في جدها من الام وفي حبوبتها، والجزء في الاب نفس الشيء. شبك الموضوع ده رجعه لورا. هذا الانسان اللي قاعد قدامك اليوم موجود منذ الازل. ثم هو لما جه هنا عبر الاطلسي وجه هنا في فاكهه هسه مشحونه من نيكاراغوا ولا من اي من جمهوريات الموز، جزء منه. اي واحد فيكم عنده جزء في السيف وهي ماشي يشتريه لسه حيدخل في تكوينه، وفي جزء شايله معه هسه ما تابع له حيلفظه، حتمشي بكره الحلاق تخليه تجي طالع. دي قصه طويله في التطور، والاستاذ محمود يتكلم عنها بتفصيل. اذا في زول شق عليه يجي نشرح له، ما تمشي تبتزل. قال انه صن وقده، ولذلك شرع ان اذا شعرت بان الاختيار بتاعك ما صحيح تطلق بالمعروف. وعشان كده ان خفتم شغاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ودي احنا عندنا ومكتوب عندنا في كتابنا، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. نحن ده الكلام اللي كاتبينه، الكلام عن الزواج في الحقيقة وأصل النشأة والإنسان ده من وين؟ وأي واحد فيكم قاعد هنا هسه بسمي نفسه، إذا أنا اسمي أحمد، أنا لما ولدت عمري 7 سنين وعمري يوم واحد وزني 7 أبطال، أنا اسمي أحمد، أنا هسه وزني 170 رطل، وين ال 163 دي اللي حقت بيي اسمي أحمد جات من وين؟ ما جات خروف ضبحوه فيه من وتيشو وقطعة فاكهة جاية من 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 لبنان ولا جاية من 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 كوبا؟ أنت فاكر الموضوع ده بالبساطة؟ دي قاعد اسمك أحمد، أحمد بغيروا فيك وزنك بزيد أنت يا أحمد؟
اذا المواضيع دي ما قاعد تفهم من اجل اشرح عليك، لكن ما تبتزينا زي الابتزاز زي ده في وقت احنا ما عندنا الزمن للشرح، لكن من اجل اشرح عليك انت. شكرا جزيلا، نشكركم حضور والمحدثين، ولولا مشاركتكم وحسن الاستماع ما كان نجد وجهه نظر. شكرا جزيلا.